تاني تاني. الساعة دي لها قراءتين، ممكن أقول 6:30 ده صح جدا جدا، ممكن أقول أجيب الدقايق الأول بس لكن بالحروف، أقول إيه؟ هقول 30 باست 6، باست معناها وي، هناخدها إن شاء الله بعد كده، إلا معناها تو. لما أقول لما أجي أقول إلا كذا أقول تو، لكن كلمة باست معناها وي، يبقى هاف باست 6 تمام؟ طيب الساعة عندي مثلا 10 وربع، ها ليها طريقتين، ممكن اقول 10 15 او هجيب الدقايق الاول 15 وبعدين past وبعدين 10 15 past 10، ما بقولش بقى 10 past 15، لا بجيب الدقايق الاول. عليكم السلام يا تريد، بجيب الدقايق الاول. تاني يا تريد الارقام، الدرس النهارده بيقول لي let's count until the time، الدرس التالت. تعالى نخبر الوقت 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 وهكذا. ازاي اسعى على الوقت؟ اقول what time is it؟ what time is it؟ او الطريقه الثانيه what's the time؟ what's the time؟ طيب الساعه 7 اقول ايه؟ it's 7، دي الطريقه السهله جدا جدا، لكن في المنهج الجديد عندك لازم اقول الطريقه الثانيه. ايه هي؟ اللي هي دي اسمها ايه؟ اسمها 6:30 يعني 6:30. الطريقه الثانيه اقول اجيب الدقايق الاول، يبقى نص يعني ايه؟ هاف باست 6 يعني الساعه 6:30. طيب الساعه كام دلوقتي؟ اقول اسف جدا عملت 15، لا هي كوارتر، كوارتر يعني ربع، ربع كوارتر، كوارتر باست 10 يعني الساعة 10 وربع، لأن نص يعني هاف وربع يعني كوارتر، يبقى كوارتر باست 10 اللي هي 15 أو الساعة 10 وربع، يبقى ليها طريقتين الساعة، يا إما أقول 10 وربع اللي هي 10 15، أو هقول كوارتر باست 10، ودي خدناها الحصة اللي إيه؟ الحصة اللي فاتت. طيب طبعًا بي إم، خد بالك هتقول بي إم يعني بالليل و AM يعني الصبح بالنهار، لازم اميز الساعه، يعني هقول كوارتر باست 10 بي ام معناها الساعه العاشره وربع صباح بالليل، لما اقول لك كوارتر باست 10 اي ام الساعه العاشره وربع مساء، تمام؟ بس ده الدرس الايه؟ الدرس الثالث، بيتكلم عن الارقام وبيتكلم عن ازاي نسأله عن وقت تاني، what time is it او what's the time، it's 7 it's 8 it's 9 هنحط it's وبعد كده number it's 5 تمام. عندنا في مصر في المناهج المصريه ما ينفعش تقول it's 7 نقول it's 7 o'clock it's 7 o'clock تمام، لكن هي عاديه جدا في اي مكان في الدنيا يقول it's 7 عادي. ما انا هقول ايه يعني؟ ما هي الساعه السابعه، انها السابعه، السابعه ايه؟ السابعه بطيخ، السابعه ما هي السابعه، لكن في المناهج المصريه يقول لك طالما قلت الساعه بالظبط حط اوكلوك، اتس 7 اوكلوك، اتس 8 اوكلوك، لكن في كل الدنيا يقول اتس 7، ما انا اقول لك الساعه كام؟ بتقول لي انها السابعه، هيكون سابعه ايه يعني؟ ما هي سابعه الساعه السابعه، مش لازم اقول بالظبط يعني. تمام؟ الجزء الثاني لو ال 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 الساعه فيها كسر 6 وربع، 6 وثلث، 6 ونص، هنقول 6:30 او 10:15، او الطريقه الثانيه نقول الدقايق وبعد كده الساعات، هنقول هاف باست 6 أو كوارتر باست 10 وهكذا. في بقى بعدين لو هي 10:45 بنقول بقى إيه؟ بنقول مثلا 45 تو 10 يعني يعني الساعة أو 11 يعني، بص كده لو عندك الساعة 10 بس مش عندك دلوقتي خالص وكده. دي اسمها إيه؟ 10:45، دي الطريقة التقليدية. الطريقة الثانية هي باقي لها كام؟ وتبقى 11، هي قريب من 11 و10، لا هقول 11 تو كوارتر يعني ايه؟ يعني باقي لها ربع ساعه وتبقى 11، دي الطريقه الثانيه لما تكون الساعه وعايز اقول الا، لكن مش عندك دلوقتي، انت عندك دلوقتي تقول ايه؟ تقول 6:30 او هاف باست 6، لكن الطريقه الثانيه دي بنقول فيها ايه؟ بنشوف هي اقرب لمين؟ طبعا اقرب خلاص، ونص ونص وخمسه خلاص، الا تلت الا ربع الا 10 هتقول الرقم وتقول تو والرقم 12 تو كوارتر، او عفوا كوارتر تو 12 يعني باقي ربع ساعه، توصل فين؟ وتوصل
11، لكن دي مش عندك، يعني عندك سنه ثالثه ان شاء الله باذن الله. طيب الدرس الثاني مس الفور بيقول لي شجره العيله، شجره العيله مش هتكلم فيها، احنا خدناها في الكونكت، جراند ما، جراند با، بيرنتس، مام، داد، انكل، اند، سيستر، براذر، كازن، وابن الخال او ابن الخاله او العم او دي كلها طبعا معروفه. هقراهم تاني تاني. ماي فاميلي تري، ماي فاميلي تري يعني شجره العائله بتاعتي. طيب نمبر 1 جراند بيرنتس، جراند بيرنتس، جراند بيرنتس. طيب تحت جراند با، جراند با بابا جدي، جراند مام جدتي. بعد كده مام او ماذر او مامي كلها صح، مام. طيب بابا فاذر او داد. طيب خالي او عمي انكل، خالتي او عمتي اند، فهتقول انت اند زي النمله بالظبط. اخت سيستر، اخ براذر، ابن الخال، ابن العم، ابن الخاله، ايا كان حد اللي قريبنا عليه، كازن، كازن، ماي كازن از 6 years old. طيب ده الجزء الايه؟ ده الجزء الخاص بشجره العيله. الكلمات الزياده بقى ازاي نستخدم الصفات لازم نكتبها على السطور. اول حاجه عندي كلمه مجعد يعني كيرلي. بص كده معايا، كلمة مجعد كيرلي، كيرلي يعني مجعد. ايه الشعر المجعد اللي هو الشعر الملفوف ده عندك؟ ده اسمه ايه؟ كيرلي. ما تقوليش كيرلي، كيرلي اللي هو الشعر الملفوف، كيرلي، كيرلي. اليو ار بتعمل ار، كيرلي. تاني شعر عندي هو كلمة شعر يعني هير، هير لونج اي، هير. تالت كلمة عندي كلمة شورت، قصير، شورت. الاس اتش ميجل ساوند شا والاو ار لونج او، شورت. عكسها طويل تول، الاي دبل ال لونج او. بعد كده يرتدي وير لونج اي، الاي ار هنا عامله لونج اي، وير دونت سي وير. نظارة يعني جلاسز، جلاس يعني زجاج، حط الاي اس تبقى نظارة. طفل رضيع يعني بيبي لونج اي ولونج اي، بيبي. بعد كده احفاد يعني جراند تشيلدرن، جراند تشيلدرن. انا مش عايز اقول ابن بنتي وبنت، هقول احفادي بقى، اسمها ايه؟ جراند تشيلدرن، جراند تشيلدرن، احفادي جراند تشيلدرن، جراند تشيلدرن. كلمه تشايلد معناها طفل، تشيلدرن معاها اطفال. كلمة رمادي يعني جراي، ممكن اكتبها كده، ممكن اكتبها كده، الاثنين صح. تاني كيرلي، كيرلي، هير، شورت، تول، وير، جلاسز، بيبي، جراند تشيلدرن، وجراي يعني رمادي. طيب نيجي للصفحة، بولي ماي نيم از داليا، ماي نيم از داليا، اسمي داليا. These are my parents. هؤلاء يكونوا والدي. My mom has curly brown hair. My mom has curly brown hair. Curly brown hair. ازاي استخدم اكتر من صفه؟ هنعرفها دلوقتي حالا ان شاء الله. My mom has curly brown hair. ماما عندها شعر بني مجعد. My dad has short black hair. بابا عنده شعر قصير واسود. These are my grandparents. هؤلاء يكونوا اجدادي. My grandma and grandpa have gray hair. جدتي وجدي الاثنين عندهم شعر رمادي. My grandpa is tall. جدي طويل. My grandma wears glasses. وجدتي بتلبس نظارة. My grandparents have five grandchildren.
أجدادي عندهم خمس أحفاد. I have one brother. أنا عندي أخ واحد. And one sister. وأختي واحدة. I have two baby cousins. أنا عندي أولاد عم بيبي. اثنين أولاد عم بيبي. لسه بيزحفوا. تاني. My name is Dahlia. These are my parents. My mom has curly brown hair. My dad has short black hair. These are my grandparents. My grandma and my grandpa have gray hair. My grandpa is tall. My grandma wears glasses. My grandparents have five children. Have five grandchildren. I have one brother and one sister. I have two baby cousins. تمام؟ طيب. القطعة سهلة جدا جدا. طبعا كالعادة انت هتعمل لي قطعة زيها. تكلم عن نفسك، عن جدك، جدتك، بابا، ماما، توصف شعر بابا، توصف شعر ماما، مش عايز توصف شعر ماما، توصف شعر اختك، ايا كان براحتك. تمام؟ اسقط القطع على نفسك باراجراف، وحاول بعد ما تكتب باراجراف تقعد كده قدام نفسك كده قدام ماما وتقول اللي انت قلت كتبته بالانجلش شفوي علشان اتعود على المحادثه. طيب هنا بيقول لي فيرب تو هاف. فيرب تو هاف معناها يمتلك او لديه او عنده. انا عايز اقول ماما عندها شعر بني، شعر بني مجعد. ماما دي ايه؟ ماما دي مفرد زي في القطعه كده. ماما دي ايه؟ مفرد. يبقى نحط ايه؟ هنحط هاز. يبقى ماي مام هاز. كلمه هاز معناها ايه؟ يمتلك او لديه او عنده. طب ليه قلناها هاز؟ لان مام دي بتساوي شي، وشي دي مفرد، فشي هاز هي لديها او هي عندها او هي تمتلك. تمام؟ طيب قال لي جراند parents not five grandchildren. طيب grandparents معناها اجدادي، دول جمع ولا مفرد؟ لا جمع، ممكن نحط مكانهم ايه؟ they هم. طيب ينفع اقول they has five؟ لا احنا نقول دايما المفرد بيحب الايه؟ الاس. نحط هنا ايه؟ have. فيرب تو هاف ليه شكلين، يا اما have يا اما has. have بتيجي مع ضمائر الجمع. have بتيجي مع ضمائر الجمع. I have انا عندي. they have نحن لدينا. we have نحن لدينا. they have هم لديهم. you have انت لديك. لكن كلمه has معناها تمتلك او لديه لكن مع المفرد. my mom has curly brown hair. my dad has مثلا short black hair. عنده شعر اسود قصير. يبقى have او has معناها يمتلك او ايه؟ او لديه. تمام؟ طيب ازاي نرتب الصفات؟ ازاي نرتب الصفات؟ قول لي الصفه واللون والشيء. الصفه وبعدين اللون وبعدين اسم الحاجه اللي احنا عايزينها. تمام؟ صفه زي ايه؟ عايز اقول قصير شورت. اللون مثلا بلاك. الاسم الحاجه اللي انا بوصفها هير. اترجم ازاي؟ شعر قصير اسود. شوف الترتيب بيجي ازاي؟ شعر في الترتيب في الترجمه، شعر قصير اسود في الكتابه 1 2 3. ترجمتها من هنا تقول قصير اسود شعر؟ لا. تاني الترجمه شعر قصير اسود او شعر اسود قصير، الاثنين تمشي. لكن في الكتابه هنحط الاول ايه؟ هنحط الادجكتيف الصفة وبعدين color اللون بعد كده name. name لو اسم الحاجة اللي بوصفها. تمام؟ يبقى صفة لون اسم adjective color. طب عايز اقول بابا عنده عربية بيضة جديدة. بص معايا، بابا عنده، بابا لديه سيارة بيضاء جديدة. بابايا انا، ماي
father لديه او يمتلك، احط هاف ولا هاز؟ هاز. برافو عليك. ها، سياره بيضه نيل. احنا قلنا ترتيب ايه؟ صفه لون اسم، صفه لون اسم. هي ايه؟ هي جديده، يبقى دي صفه. نيو، لون ابيض، وايت، اسمها ايه؟ عربيه. يبقى اقول ماي فاذر هاز نو وايت كار. نو بس احط هنا كوما، يعني بقول له ان هي بيضه جديده وبيضه، لازم احط هنا ايه؟ كوما. ماي فاذر هاز نو وايت كار. ماي فاذر هاز نو وايت كار. طب عايز اقول اختي عندها شعر احمر، احمر ايه؟ شعر اسود طويل. اختي my sister لديها او عندها او تمتلك، احنا قلنا هاز. وبعدين انا عندي شعر اسود طويل، ده اسم وده لون وده ايه؟ صفه. الترجمه بتيجي كده يا جماعه، انا في السن ده مش هينفع اترجم غير كده، واعمل جمله غير كده، واعمل باراجراف غير كده. ها، انا بحط الحاجه كده، شعر اسود طويل، يبقى اسم لون صفه طول. مستر قال الترتيب الصفه الاول وبعدين بلاك اللون وبعدين هير، وما تنساش الكوما بين الصفتين الكوما. يبقى ماي سيستر هاز تول بلاك هير، واحط الايه؟ فول ستوب في الاخر. حاجه يا ريت يا مستر تدينا كده سؤال على الجمله دي. معلش انا والله انا عملت الجمل من غير ما اشوف التعليق، انا عارف الحاجه الجديده وبالنسبه لهم صعبه، انا بعيد فيها كتير. لما احس ان انا كده وانا بشرح حاسس ان انا ارتحت نفسيا، قلت يبقى في كفايه وروح ساكت. انا والله عملت من غير ما ايه؟ من غير ما اشوف التعليق. تمام؟ طيب احنا عندنا بيت، اكتب الجمله كده. نحن لدينا منزل، هجيب له ازاي؟ منزل جديد، منزل جميل جديد. بس ده حاجه ثانيه، دي ما فيهاش لون، انا عايز لون عشان مش نكون بنغرد خارج الدرس. نحن لدينا منزل، هجيب له ايه طيب؟ سيبك من منزل. نحن لدينا قطة صفراء سمينة. ركز معايا، نحن وي لدينا أو عندنا، أوعى تقول هاز، أنت عارف نحن جمع يبقى إيه؟ هاف. برافو عليك. ها، قطة صفراء سمينة، اسم لون، ها، صفة، شوف الصفة الأول، فات، براون، براون ايه؟ صفرة، يالو، وبعدين كات، الاسم الحاجة في الآخر، اسم الحاجة الموصوفة، احنا قلنا الصفة بتيجي قبل الموصوف، لكن أنا عندي هنا صفتين، هتحط الصفة طويل، قصير، تخين، رفيع، وبعد كده اللون، سهلة جدا 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 أهو، تمام؟ تاني، احنا عارفين الصفة بتيجي قبل الموصوف، مين الموصوف؟ القطة، مين الموصوف؟ شعر بابا، مين الموصوف؟ شعر أختي. فين الصفة اللي قدامها؟ إن هو طويل ولا قصير ولا كيرلي ولا ستريت مستقيم، فاضل عندي اللون، يبقى الصفه وبعد كده اللون وبعد كده اسم الحاجه، انت كده كده عارف ان الايه؟ ان الاسم بيجي في الاخر، فاحط الصفه وبعد كده الايه؟ اللون، حط على كده في اي حاجه. تمام؟ لسه في صفات ثانيه، في سايز وفي مقاس وفي رايك انت، في تقسيمه كده، لكن هي مش عليك دلوقتي، مش عليك دلوقتي خالص. يعني انا مش عايز توهك، يعني حتى كتبت منزل جديد واسع ولقيت نفسي داخل في حته ثانيه، بعيد اللون، انت عايز اللون وعايز الصفه وعايز الاسم، لكن في ترتيب، في سايز وفي رايك انت بيجي امتى، وفي اللون وفي الماتيريال، دي كلها ترتيبات للصفه. عايز اقول مثلا حاجه واسعه ولونها كويس ولونها ايه ومقاسها ايه وخامتها ايه، ينفع جدا جدا، لكن انت عندك الايه؟ الادجكتيف وبعدين اللون وبعدين اسم الحاجه. تمام؟ سهله جدا جدا. ما تنساش هاز مع ضمائر المفرد وهاف مع ضمائر الجمع. وي هاف جراند بيرنتس هاف. طب فين هنا الضمير؟ ما هو جراند بيرنتس
جدي وجدتي، ممكن اشيلهم واحط مكانهم they have. تمام we have خلاص. طب ممكن we اشيل ايه غير we؟ هقول my family have، عيلتي عندها. خلاص واضحه يا جماعه؟ واضحه ولا عندنا تاني؟ ها انا مش هنقل لما تقول واضحه. ها مالك، تليم، سيف، احمد، اشرف، احمد صدام، اياد، واضحه ولا اعيدها تاني؟ واضحه ولا اعيدها تاني؟ الدرس فيه جزئين، هاف وهاز، وهاف مع جمع وهاز مع المفرد، لكن ازاي احط اوصف حاجه صفه ولون واسم الحاجه؟ يبقى adjective color and name. ما تنساش بين الصفه، بين الصفه والكلر هتحط كوما. الفيجيتيوشن مهم جدا 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 في المنهج الجديد. خلاص؟ طيب بقى تاني في عندي في الدرس ده بيقول لي this is و these are. تمام يا ايه؟ تمام يا مالك. This is و these are. This is معناها هذا يكون، وخدناها قبل كده. This is بيجي وراها اسم مفرد. Singular noun. و these are بيجي وراها اسم جمع. Plural. يعني ايه؟ This is my pen. ده مفرد، فاقول ايه؟ اقول this is وانا مغمض. This is my father. This is my pen. This is my my toys. ينفع اقول this is my toys؟ لا، toys دي العاب. جمع، فاقول these are my toys. These are my parents. These are my grandparents. These are my brothers. اخواتي. There are my sisters. اخواتي البنات. طيب يا جماعه لو انا مش عايز اقول مثلا اخواتي البنات، اخواتي البنات اسمها siblings. These are my siblings. ده انا كده بريح دماغي وبقول ده دول اخواتي. سواء هم بقى فيهم ولاد وبنات مع بعض، مش هقول مش هصنف، مش هقول these are my sister و these are my brothers. لا، اسمها siblings. مش عندكم دلوقتي، هتقابلكم بعدين. These are my siblings. ان هم يعني دول اخواتي البنات والولاد مع بعض. خلاص؟ يبقى this is بيجي وراها اسم مفرد. مش قال ليش بقى المفرد ده عاقل ولا غير عاقل، لا، ممكن اقول this is my father، ممكن اقول this is my pen، these are my grandparents، او these are my toys، العادي. ما يعني مش يشترط وراها اسم عاقل او غير ايه؟ او غير عاقل. بس كده ده الدرس الايه؟ الثالث والرابع مع بعض. حسب ان شاء الله هناخد ال present continuous tense، زمن المضارع المستمر باذن الله تعالى، وازاي نسال في زمن المضارع المستمر. لو انا عايز اسال ب am with are اسال ازاي، ولو انا عايز اسال بدون am with are what when where اسال ازاي. واعتقد دي حاجه هتبقى جديده عندكم باذن الله تعالى. حد عنده اي سؤال؟